يستعد السعوديون للتسجيل يوم غد في حساب المواطن والذي يأتي ضمن برنامج التوازن المالي. سيكون للعربية تغطية خاصة لانطلاق عمليات التسجيل لموافاتكم بكل ما تحتاجون لمعرفته حول التسجيل في حساب المواطن. وتنضم إلينا من غرفة تحكم موقع حساب المواطن برياد مركز الاتصال تحديدا مفادة العربية فاطمة زهراء الداوي. أهلا بك فاطمة. أبدأ معك بهذا البرنامج، إطلاق البرنامج يوم غد كان قد أعلن عنه في ختام نهاية السنة الماضية، هل ممكن أن نتعرف أكثر ما هو حساب المواطن؟ أهلا بك ريما وأهلا بمشاهدينا مشاهدي العربية مجددا. ريما، مدام أنا الآن متواجدة بقلب مركز الاتصال أو الكول سنتر الذي سوف يتم تفعيله غدا متماشي مع تفعيل الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن واللي حيسجله من خلال المواطنين بدءا من غدا 1 فبراير 2017، خليني أعطيك نبذة عن دور هذا المركز اللي بتحدث عنه مركز الاتصال. هذا المركز بيحتوي الآن عن 635 موظفة، نتحدث عن فريق عمل نسائي 100%. هالموظفات حيستقبلوا اتصالات واستفسارات المواطنين للإجابة عن أي سؤال، عن أي شيء غير واضح في التسجيل أو حاجة أو أي مشكلة واجهتهم خلال التسجيل اللي حيقوموا به بدءا من غدا بالطبع. إذا احنا بنتحدث عن 635 موظفة مدربة للإجابة ومساعدة الموظفين لكي يكملوا أو يعبوا كل البيانات المطلوبة منهم على الموقع. بالإضافة إلى ذلك عندنا 12 موظفة متواجدة بتجاوب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا نتحدث عن حساب السيتيزن أكاونت اللي موجود على تويتر. تم تدريب جميع الطاقم، وهذا بيخلينا نتحدث أنه الطاقة الاستيعابية لها الفريق يستقبل حوالي 84 ألف اتصال يوميا. بالإضافة إلى هذول الموظفات عندنا 400 موظفة إضافية موقعين ستاند باي إذا محتاجونهم، هادو يقدروا يغطوا 56 ألف اتصال إضافي. يعني الطاقة الاستيعابية لها المركز اللي حيبدأ تفعيله غدا هي 140 ألف اتصال يوميا. المركز سوف يتم يشتغل 18 ساعة يوميا بدءا من 7 صباحا إلى 11 ليلا. نعم. طيب، هل ممكن أن نعود إلى حساب المواطن أيضا فاطمة؟ من يستفيد من هذا الحساب؟ المواطن، الأسر السعودية، الفرد السعودي، المرأة المتزوجة من غير سعودي، حاملي البطاقة، بطاقات التنقل، من تحديدا؟ يعني مشان يكون أوضح بالنسبة للمشاهد. أنت ريما ذكرتي كل اللي تم ذكره بالبرنامج، خلينا نعطي نبذة على هالبرنامج. البرنامج تم إطلاقه والإعلان عنه لأول مرة في تاريخ المملكة مع تفاصيل الميزانية التي تم إطلاقها بديسمبر، ميزانية استثنائية كان فيها أرقام 4 سنوات امتدادا من هالسنة 2017 ل 2020. برنامج أنشئ خصيصا لرفع كفاءة الدعم الحكومي وتوجيهه بشكل مباشر
المستحقين. إذن هذا هو الهدف الرئيسي من هذا البرنامج، يعني نتحدث عن حماية الأسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل مما سوف يترتب عن الإصلاحات الاقتصادية اللي حتجري بالطبع بدءا من هذه السنة. أيضا إعادة توجيه مخصصات الدعم لاستخدامها بشكل more efficient خلينا نقول. إذا البرنامج بيقوم على تحديد مستويات استهلاك محددة، يعني الترشيد حيكون له دور في تقسيم هذه الفئات إلى شرائح. الحديث الآن أنه حيكون في تقسيم لخمس شرائح. النطاق الدخل لكل شريحة لم يتم إعلانه. بعد إحنا تحدثنا مع المسؤولين خلال اليوم وقالوا أنه هالتحديد حيكون بعد ما يستلموا كل الطلبات على موقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن، حيتم على أساسها تحديد الشرائح والدخل وقديش حيكون الدخل الضعيف والدخل المتوسط والدخل الأدنى وغيره. وهذا على أساس افتراضيا حيتم تعويض من 100% ل 50% حسب دخل الفرد. التوقيت أيضا للدفع لازال غير محدد، ولكن حيكون شهر قبل ما يفعلوا رفع الأسعار بشكل أو آخر. إذن حيكون أيضا في مراجعة دورية لهذه الأرقام ليعكس أي تغييرات في أسعار الطاقة أو غيرها من الإصلاحات اللي يمكن أن تشكل عبء إضافي على المواطن. التكلفة المتوقعة ريما ما بين 20 ل 25 مليار ريال هذا العام، ويمكن توصل ما بين 60 ل 70 مليار ب 2020. ومع مرور الوقت هذه المنصة حتكون يتم ضم برامج اجتماعية أخرى مثل التعليم، مثل الرعاية الصحية، مثل السكن. يوم أمس تم ضم كل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبالتالي هم مش مضطرين أنه يسجلوا مرة أخرى. وخلينا نضيف ريما شيء مهم، أنه هذه المنصة الوحيدة اللي يقدر المواطن يسجل منها. ما في مكتب وسيط، ما في ميدلمان، ما في أحد يقدر يروح يسجل عوادك. لا، المواطن لازم يقوم بدوره ويسجل ابتداء من غد على الموقع. سوف عموما سنتابع معك فاطمة. ريما لها الموقع، هي أخذ 450 ألف طلب بالساعة. عموما نذكر فقط بأنه يوم غد سيكون هناك تغطية خاصة معك فاطمة من الرياض ومع الزملاء في قسم الاقتصاد الزميلة فاطمة زهراء الضاوي. شكرا جزيلا لك المتواجدة بالرياض مفادة العربية.